السمعين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام القدس الإله الواحد أمين. بنكمل رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين اللي فيها معلمنا بولس الرسول كتب رسالته للمسيحيين من أصل يهودي اللي تعرضوا لاضطهاد شديد، وابتدى يعرفهم إنه إزاي يربطوا ما بين العهد القديم والعهد الجديد، ولكن في الرسالة دي ما كتبش اسمه عشان لألا بسبب الاضطهاد اليهودي يقطعوا الرسالة من غير ما يقروا اللي مكتوب فيها. ابتدى في الرسالة بيقارن لهم ما بين المسيح وما بين الملائكة، وابتدى يقول لهم ان هو اعظم من الملائكة، وكمان ابتدى يدلهم في كل اصحاح مقارنة من المقارنات. وصل في الاصحاح الثاني بيقول لهم ان خلوا بالكم لازم ننتبه الى ما سمعنا لألا نفوته. احنا وصلنا لآية 5، هنقرأ من اول اصحاح ونكمل. لذلك يجب ان ننتبه اكثر الى ما سمعنا لألا نفوته، وقلنا ان الكلام اللي احنا بنسمعه ده نخلي بالنا، لان ممكن الكلمة دلوقتي تكون لها تأثير، والتأثير مقدس وحلو في حياتنا، وممكن بعد شوية الموضوع يفوتنا. وقلنا ان ممكن فرص كتيرة حتى على المستوى الجسد ممكن نحس ان هي فاتت مننا، ولكن احنا بنقول ان طالما ان الوقت يدعى اليوم فان سمعتم صوته فلا ايه تقص قلوب، لانه ان كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة. وقلنا الكلام اللي اتكلم به ملائكة ده لان الناموس اللي وصل لايد موسى النبي بيقول كده زي ما قال القديس استفانوس ان هو مرتب بايد ملائكة، يعني وصل لموسى عن طريق او بايدين الملائكة. وكل تعدي ومعصية نال مجازاة عادلة. انتوا عارفين اللي كان يغلط في ناموس موسى كان يرجم، اي حد يعمل حاجة بتخالف الناموس كان يرجم، والرجم هنا كان عشان يكون عبرة للباقيين، وكانت الرجم حاجة فورية لان المعصية كانت واضحة قدام الناس، فكان لازم برضو الجزاء العادل يكون قدام الايه الناس. فبيقول كده فكيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. وقلنا ان احنا الخلاص اللي ابتدى يتكلم بيه ربنا يسوع المسيح المفروض ان احنا ما نهملش خلاصنا، ان كل واحد المفروض يفتش عن خلاص نفسه. حاجات كتيرة ممكن الواحد يخسرها ما تأثرش في حياته، لكن ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله خسر ايه؟ يبقى خلاص نفس الانسان دي اهم حاجة عنده، لان ممكن حاجات كتيرة يقدر يعيش من غيرها، ولكن اذا خسر نفسه فهيقدر يكسب ايه بدلها؟ ايه الحاجة اللي ممكن تعوضه، او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟ فكيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. قد ابتدأ الرب بتكلم به وقد تثبت لنا من الذين سمعوه، المقصود بهم الرسل اللي سمعوا، وشهد الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس. وشفنا ان من بداية يوم 50 الرسل ابتدوا يتكلموا بألسنة، وابتدوا يخرجوا شياطين، وابتدوا يعملوا اعمال عظيمة وعجيبة. ابتدت الناس كلها تستغرب ان دول ازاي هم الصيادين البسطة، وعشان كده قال لهم اختار الله جهال العالم عشان يغزي ايه الحكماء حسب ارادته. يعني خلوا بالكم ان المعجزات بتحصل بحسب ارادة مين؟ ربنا. ربنا ما كانش بيعمل المعجزات للشو، يعني او ان هو يستعرض، وعشان كده في بعض الاحيان بيقول لك كانوا بيطلبوا منه ايه، قال لهم جيل فاسق وشرير ولا تعطى له ايه. وبعدين بعض الايات كمان كان يقول لك كده ولم يصنع هناك ولا ايه واحده لعدم ايمانهم، لكن ابتدى يدلهم ايات عشان تتثبت قدامهم. ميتا ما يقوم يعرفوا ان هو الخالق، وقال لهم كده انا هو القيامه والحياه. وكمان اما يبقى اعمى مولود من بدون عينين يخلق له عينين، لان هو برضو الله الخالق، وصنع من الطين وطلع عينيه فحصل ايه
مضى واغتسل وعاد بصيرا عشان يقول ان انا زي ما خلقت الانسان في الاول بقدر اخلق العينين لحد دلوقتي. فهنا المعجزات ما كانش هدفها هو الاستعراض، ولكن كان هدفها عمل الرحمة. بيقول لك كده: حتى وقع عليه ليلمسوا كل من فيه داء، وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. تيجي واحدة مرتعدة من وراءه عند رجليه باكية، يقول لها اذهبي ايمانك خلصك، اذهبي بسلام. تيجي واحدة انفقت كل معيشتها عند الاطباء وطلب بس ان هي تلمس هد بثوبه، تلمس هد بثوبه وتنال الشفاء ويكون ليها النجاة بعد ان لمست بس هد بثوب المين؟ المخلص. يبقى هنا كانت الايات والعجائب اللي بيصنعها المسيح، وقال لنا كمان انتم اللي امنتوا بي هتعملوا ايه؟ اعظم منها. وعشان كده نشوف المسيح ما نقلش جبال، ولكن يجي واحد عنده ايمان مثل حربة خردل زي مين؟ سمعان. بس يعمل ده كده ليه؟ لان اتحط كل المسيحين في حرج. لو ما كانش الكتاب المقدس سليم يبقى خلاص كل المسيحين اللي موجودين كانوا هيتعرضوا لاذاء شديد. طيب فيعمل ايه؟ لو على نقل الجبل ده حاجه بسيطه، شوفوا ايمان الناس الابرار بالنسبه لهم ده حاجه ايه؟ بسيطه. كل هذا الجبل انتقل فينتقل. طبعا الحاجات دي ايات وعجائب. ليه كانت بتتعمل؟ عشان يثبت الايمان الايه؟ المسيح. فانه لملائكه لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. العالم العتيد يعني العالم الايه؟ الدهر الاتي. يعني العالم اللي جاي ده لسه لم يخضع ومش هيخضع للملائكه. ليه؟ لكن شهد واحد في موضع قائلا: من هو الانسان حتى تذكره؟ طبعا ده المزمور الثامن اللي احنا بنصليه في صلاه باكر، هتلاقوه مزمور رقم 7 في صلاه باكر عندنا. بيقول كده: وعشان كانوا هم حافظين المزامير فما كانش المزامير مرقمه زي ما احنا مرقمينها دلوقتي، فبيقول كده: وشهد واحد في موضع اخر: من ما هو الانسان حتى تذكره، او ابن الانسان حتى تفتقده. وكان داود بيبص ربنا بيقول له: هو ايه الانسان ده عشان تبص له او عشان تهتم بيه؟ وساعات واحد زي قديس اغسطينوس كده يقول له: انا حاسس ان انت سبت الكون كله وما عندكش اهتمام غير بيا انا، هو انا ايه عشان تهتم بيا الاهتمام ده كله؟ فهنا بيقول له كده: من هو الانسان، ما هو الانسان حتى تذكره، او ابن الانسان حتى تفتقده. وضعته قليلا عن الملائكه بمجد وكرامه كللته واقمته على كل اعمال يديك. وفعلا اما ربنا خلق الانسان جعله سيد على كل الايه؟ الخليقه. وقال لادم: ابتدي انت اطلق الاسماء على الحيوانات والنباتات. هو اللي سمى كل حاجه، وكل حاجه اطلق عليها ادم الاسم لحد النهارده هي اللي بتستخدم. وضعته قليلا عن الملائكه. ليه؟ لان الانسان اقل مرتبه من ايه؟ من الملائكه. ما عندوش القدرات السريعه بتاعه الملائكه، وما عندوش القوه العاليه بتاعه الملائكه. ولكن يقول لك كده: بمجد وكرامه كللته واقمته على اعمال يديك، اخضعت كل شيء تحت قدميه. وهي دي الحته اللي احنا بنسبح بيها ربنا حتى في القداس الغريري، ونقول له كده: اخضعت كل شيء تحت ايه؟ لم تدعني مواسا شيئا من اعمال كرامتك. كل الحاجه ربنا اخضعها تحت رجلين الانسان. طبعا ربنا اخضعها تحت رجلين الانسان، بس الانسان بسبب شره هو اللي خضع لبعض الحاجات. يعني هو الذهب والفضه والحاجات الكريمه دي كلها اتحطت عشان تتحط تحت رجلين الانسان، لكن الانسان اخدها حطها فوق دماغه، فعشان كده هو قلل من قيمته. يعني الانسان هو اللي قلل من قيمته، اما هو خضع. وعشان كده ممكن واحد بسبب فلوس يتباع كعبد، او واحد يستعبد نفسه لمحبه المال، فيبقى هو كعبد للمال، يبقى هو اللي خضع لايه؟ لمحبه المال. لكن ربنا في البدء عمل ايه؟ اخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن كلمه اخضع كل شيء يعني بما فيهم ايه؟ الملائكة. طب مين اللي انت تنطبق عليه بقى الكلمة دي؟ ان المسيح لما ظهر في الجسد كان شكله اقل من الملائكة، ولكن كانت الملائكة تخضع عليه ولا لا؟ تخضع عليه. عشان كده اول ما وجد في بيت لحم ظهر جمهور من الملائكة وقعد يقولوا: المجد لله في العالم.
وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. وبعدين حتى أما جت تجربة على الجبل وابتدى الشيطان يجربه يقول لك، وبعد ما انصرف الشيطان عنه انصرف وجاءت الملائكة وصارت إيه تخدمه. وبعدين يقول كده إن كان مكلل بالمجد والكرامة. في مرة كده المسيح هو قاعد يقول له أيها الأب مجدني عند ذاتك من المجد الذي كان لي عندك قبل تكوين العالم. قال له مجدت وأمجد أيضا. فواحد يقول ده حصل رعد، واحد يقول لا ده كلمه ملاك، ولكن هو إلهنا رب ومخلصنا الصالح يسوع المسيح، لأنه تنازل أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس، فأصبح شكله أقل من الإيه من الملائكة. لكن الملائكة تخضع ليه ولا لا؟ تخضع ليه. بمجد وكرامة كللت وأقمت على أعمال يديك. وعشان كده أما المسيح ظهر في الجسد كانت كل الطبيعة بتخضع ليه. يقول للبحر ابكم أسكت يحصل إيه؟ يسكت. يقول للرياح تقف يوقف الرياح. يقول للسمك يطلع في الشبك يطلع في الشبك. يقول للأبرص اطهر فيطهر. كل حاجة في الطبيعة وفي الإنسان خضعت لسلطان ربنا يسوع المسيح، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. لم يترك شيئا غير خاضع له، يعني كل حاجة خضعت لمين؟ لربنا يسوع المسيح. لأنه هو لوحده الإنسان لما سقط جه المسيح عشان يعيد لي سلطانه، يقول لك يعيد لنا يعودنا الى رتبتنا الاولى. رتبتنا الاولى ان احنا كانت تخضع لينا كل حاجه، ولكن احنا دلوقتي بسبب الخطيه احنا اصبحنا اقل اصبحنا اقل. فهو ما جاء في صوره الجسد خضع، عشان كده بنقول جاء مولودا من عذراء مولودا تحت الناموس. يبقى المسيح خضع لايه؟ للناموس، لان هو اكمل الناموس عننا. اما جه كانسان نفذ كل حاجة مطلوبة من الإنسان عشان يعطلنا نموذج أو مثال لكي نتبع خطواته. طيب وبعدين يقول لك لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له، على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. الواضح لأن العالم موضوع في الشرير أن في بعض الناس ما بتخضعش لله، صح والغلط، ولسه عمالين لحد النهاردة يقاوموا تعليم ربنا يسوع المسيح. يبقى لسه لحد دلوقتي لحد وقتنا الحالي ان مش كل حاجة باينة ان هي خاضعة له. طب امتى هيبان الكلام ده؟ زي ما قرينا كده في سفر الرؤية وساعة اما ظهر في نوعين من الخضوع او ثلاث انواع من الخضوع نتكلم فيه. في واحد يخضع لربنا لانه بيحب ربنا جدا فيخضع. يعني ايه؟ لاني بحب ربنا جدا فكل ما يقول حاجة اقول له حاضر يا رب. يقول لي حبوا اعدائكم اقول له حاضر يا رب. يقول لي باركوا لعنيكم اقول له حاضر يا رب. ليه؟ ده خضوع اسمه خضوع لايه؟ المحبة. لاني بحب ربنا فانا بخضع، بس خضوع ايه؟ محبة. في ناس هتخضع لربنا ولكن خضوع الاعداء اللي تزلوا وتأثروا. اما يجي مثلا كان ملك يأسر مدينة أو كده، فكان ياخد أسرة ويخضعهم ويخليهم يأكلوا تحت إيه؟ تحت أقدامه عشان إيه؟ إذلالا ليه. ففي ناس هتبقى خضع في الآخر، وزي ما سمعنا المسيح بيقول كده، أما هؤلاء العبيد الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم وإيه؟ إذبحوهم قدامي. معنى كده أن هم هيكون في خضوع، ولكن الخضوع ده خضوع لإيه؟ الناس المزلة تحت. واحنا بنقول له كده في القداس الكورنثي نقول له كده الكل خاضع ومذلول بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكك، لأن قضيب ملكك يا رب إلى أبد الإيه؟ الأبد. النوع الثالث من الخضوع هو خضوع المسيح للآب. احنا قلنا أن المسيح هينوب عن البشرية كلها، أخذ جسم بشريتنا وبعدين خضع للآب، بس الخضوع بتاعه للآب خضوع إيه؟ خضوع المساواة، لأنه مساو للآب. فخضوع المساواة لأن إرادته وإرادة الآب إرادة إيه؟ واحدة. طيب أما تكون إرادته وإرادة الآب إرادة واحدة، يبقى هنا خضوع إيه؟ المساواة. فهو هينوب عن البشرية كلها فإن هو يخضع للآب عشان يورينا إن ده هو إيه؟ ويبقى الكل خاضع لمين؟ لله الآب.
يبقى هنا هينوب عن البشرية لأن هو أخذ جسم بشريتنا، وهيخضع للآب بعد أن أخضع الكل. ده إمتى؟ إمتى؟ في نهاية الزمان. في نهاية الزمان هيبقى خلاص الكل خاضع ومذلول زي ما نقول بخضوع بعنق العبودية. طيب والناس، في ناس لا خضع برباط المحبة، بقى هو رأس وإحنا الجسم، بس كلنا خاضعين لمين؟ للمسيح، والمسيح بيخضع للآب، بس خضوعه للآب خضوع مساوي للآب. نعم، أما بيكونوا اتنين، ده حتى الزوج والزوجة يقول يكون كل منكما خاضعا للإيه؟ للآخر. يبقى خضوع هنا إيه؟ المساواة. بس إحنا إحنا بنقول الرجل رأس المرأة، لكن نقول إيه؟ يخضع كل منكما. يعني إيه يخضع كل منكما للآخر؟ ها؟ تاني يعني ايه يكون خاضع كل منكما للاخر؟ يبقى خضوع ايه؟ طيب يبقى هنا خضوع الابن للاب خضوع المساواة، ولكنه ينوب عن البشرية في الخضوع لايه؟ لله الاب. اقمت على اعمال يديك، اخضعت كل شيء تحت قدمي، لانه اذ اخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على اننا الان لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، لسه لحد النهارده بنلاقي ناس تقاوم تعليم ربنا، وناس بتعمل تفجيرات، وناس بتعمل تحزبات، وناس بتعمل قلق في العالم كله. كل الكلام ده طبيعي، بس لحد امتى؟ لحد ما تظهر علامه ابن الانسان، وبعد كده هيخضع الكل للحساب، لان هيبقى في ديان عادل ايه؟ واحد. عشان كده احنا دايما بنصلي في صلاة النوم قبل ما ننام كده، نلاقي نفسنا بنقول وذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل. اللي هنخضع قدامه ايه بقى؟ كل البشرية. حتى كل الاديان بتؤمن ان اللي هيدين العالم في الاخر هو مين؟ هو المسيح. ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة. ليه بقى؟ هنا احنا شفنا المسيح بعد قيامته من الموت مكللا بالايه؟ لكن طول فترة وجوده على الارض كان اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وضع ذاته اطاع حتى الموت، موت الايه؟ الصليب. حتة اطاعة برضو يقول لك تعلم الخضوع فيما اطاع، يعني اطاع لايه؟ اطاع للصليب، بكونه ايه؟ لابس جسم بشريتنا، ولكن هو مساوي للآب في الجوهر. فهنا بيقول ايه؟ يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من اجل ألم الموت، لكي يزوك بنعمة الله الموت لاجل كل واحد. يعني ايه بقى الحتة دي؟ هناخد كلمة كلمة. اول كلمة هناخدها ان هو يزوك الموت. ليه يزوك الموت؟ حتى بنيجي بنصليها كده في صلاة التسعة في اول قطعة، نقول يا من ذاق الموت بالايه؟ مش احنا بنقول قدوس الحي الذي لا يموت؟ طيب يعني ايه المسيح يموت؟ قلنا ان هو اما اخذ الجسم على بشريتنا، فعلى الصليب لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا ترفع، لكن النفس فرقت ايه؟ الجسد. يعني النفس فرقت الجسد، النفس الانسانيه فرقت الجسد الانساني، ده على عود الصليب. طب لكن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة، وعشان كده لا تدع قدوسك يرى فسادا. يبقى المسيح لم يرى فسادا وذاق الموت. يعني ايه؟ كانت فترة ايه؟ صغيرة، 36 ساعة بس اللي قعدهم في القبر، وبعدين ايه؟ قام من الاموات منتصرا، وقام بقدرة لاهوته. تاني، قام بقدرة لاهوته. يبقى احنا نقول المسيح قام بقدرة لاهوته. طب ممكن في نيجي في مرة تانية نقول الله اقامه او الاب اقامه، هل ده صح برضو الغلط؟ لا، قلنا الله اقامه او الاب اقامه، لان بيبقى بنتكلم عن ناسوته. لو قلنا قام يبقى قام بقدرة لاهوته، لو اتكلمنا عن جسده هنقول الله اقامه بايه؟ بناسوته. طيب هنا المسيح
المسيح يقول لك كده لكي يذوق الموت. كلمة ذاق الموت لأن ما كانش ينفع الموت يمسك إيه المسيح، لأن هو القيامة والحياة، هو القيامة والحياة، ولذلك لم يستطع الموت أن إيه أن يمسك به. وعشان كده أما داس الموت نقول بالموت داس الموت، ويقول أين شوكتك يا موت، أين غلبتك، لأن ما كانش ينفع أن الموت يغلبه، لأن لو كان الموت غلبه كان بقيت زي بقيت الأنبياء، ولكن المسيح قام بقدرة لاهوته. طب ولما نقول الله قام يبقى أقام ناسوته، اتفقنا؟ ولكن الذي وضع عن قليلا عن الملائكة. طب احنا ليه بنقول وضع عن الملائكة؟ لأنه أخذ جسم البشري، والجسم البشري في الخصائص بتاعته أقل من الخصائص بتاعت الملاك، وأقل من القوة بتاعت الملاك، بياكل ويشرب وكان بيجوع وحزن ونام، كل الحاجات دي احتاجها ايه ربنا يسوع. أي أي لأنه برضو كان بيتكلم إن هو بينوب عن البشرية في إن هو بيقدم الخضوع، فبيقول له إن شئت أن تعبر هذه الكأس عني، لأن كإنسان الموضوع مؤلم، ولكن كإله الهود بيتألم؟ لا. يبقى مين اللي كان يبقى كان بيتكلم عن يسوع المسيح الإنسان. طب هل لاهوته فارق ناسوته في اللحظة دي؟ طب أثناء الـ الألام هل لاهوته فارق ناسوته؟ لا. لكن الجسد كان بإيه يتألم، لكن اللاهوت يتألم؟ اللاهوت بيموت. عشان كده بنقول قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي. فنقول كده ولكن الذي وضع قليلا على الملائكة. يبقى هنا المسيح ما وضع على الملائكة بمعنى ان هو كان بيحتاج الى الحاجات اللي بيحتاجها البشر. هل معنى كده ان هو بتخضع عليه الملائكة ولا لا؟ كانت تخضع عليه الملائكة، ولكن هو وضع يعني شكله كان بيحتاج ان هو يتحرك، ان هو يمشي، ان هو ياكل، ان هو ينام، حزن وبكى وتألم، كل الحاجات دي بيتشعر بها الملائكة. وعشان كده احنا بنقول له لما اردت ان تخلصني لم ترسل ملاكا ولا رئيس ملائكة ولا رئيس اباء ولا رئيس انبياء ولا نبيا، ائتمنتهم على ايه؟ ولكن مين اللي جاي عشان يخلصنا؟ يسوع المسيح الهنا البار. طيب الحتة التانية، لكي يذوق من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله. ليه بنعمة الله بقى؟ لأن عمل نعمة ربنا فينا إن هو ما سابش الإنسان يموت بسبب خطيته، ولكن إداله عطية مجانية إن هو يذوق الموت عن كل واحد فينا. طب ليه يذوق الموت عن كل واحد فينا؟ لأن في ناس هتقبل هذا الموت وتؤمن بالمسيح، ولكن في ناس هتنكر هذا الموت وتقول يقول لك لا المسيح ما ماتش. طيب طالما ما ماتش هيمكس عليك غضب الله، ولكن احنا بنقول ان المسيح مات عشان يرفع الغضب الالهي عننا. من اجل الم الموت لكي يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد، لانه لاق بذاك الذي من اجله الكل وبه الكل. اللي هو مين؟ الكل به وله، اللي هو مين؟ يبقى الله خلق العالم بالمسيح، وكل العالم مخلوق عشان مين؟ المسيح. لأنه لاق يعني يليق بذاك الذي من أجله الكل، وهو آت بأبناء كثيرين. ليه مش قال ما قالش آت بالكل؟ ها؟ لأن مش الكل مش هيؤمن. يبقى الإنسان من آمن واعتمد خلاص. طب ومن لم يؤمن يمكس عليه غضب الله. وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام. ليه بقى؟ احنا قلنا إن الخطية أجرتها إيه؟ موت. والموت كان قبله ألام، مش كده؟ بنعيش أسبوع الألام وبينتهي بجمعة الصلبات، صح؟ طيب الألام والموت
ده مين اللي جازه؟ المسيح. بس قعد في القبر؟ لا، يقول لك ذاق الموت بالجسد، ذاق الموت بس اخد فترة صغيرة. طب اما ياخد الالام بتاعت الموت دي يقول لك كده يكمل رئيس خلاصهم. رئيس يعني ارشي، عارفين لما نقول ارشي ارفس يعني ايه؟ رئيس كهنة. طب وارشي ارشي زياكن رئيس شمامسة. يبقى احنا دايما ارشي دي يعني ايه؟ رئيس. طب يبقى رئيس خلاصنا ده اللي هو مين؟ يسوع المسيح، يكمل بالالام. عشان كده المسيح اما اكمل الالام وهو على الصليب قال قد ايه؟ قد اكمل. يبقى كمل الالم لحد الايه؟ الاخر. اكمل الالام اللي كانت مستوجبة على مين بقى؟ مش احنا بنقول كده انا اختطفت ليا قضية الموت يبقى انا كنت جايب على نفسي قضية الموت. هو قال لي لا، انت ابني انا هدوق الموت بدالك وانت تاخد الحياة مني. يبقى انا ايه؟ شال الموت عني. فمين هنا بقى ذاق الموت بالجسد من اجل ايه؟ من اجلنا نحن الخطاة. عشان كده بيقول كده ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام. يبقى كل الالام اللي اجتازها المسيح دي عشان كان هو مش بار؟ لا، ده هنا بيقول البار لاجل الاسمة. يبقى هو تأديب سلامنا عليه وبجراحاته، الالام اللي اجتازها شفينا. يبقى الشفاء بتاعنا نتيجة ان هو ذاق الالام عننا. طب الالام اللي ذاقها عننا دي هي اللي شفتنا من ايه؟ من جراح الخطية. عارفين لما بنيجي نقول كده في الاسم يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الالهي، يا موت المسيح اسكرني بحب من مات من اجلي. يبقى هنا الحتة اللي احنا بنتغنى بيها وبنتغنى بيها بفرح، لان المسيح لولا موته عننا ما كانش هيبقى لينا حياة في اسمه، لانه رئيس خلاصنا. يبقى هنا الحتة بيفهمنا ان هو عشان يبقى رئيس الخلاص، وعشان كده بنقول له ارحمنا يا الله مخلصنا، مخلصنا لانه رئيس خلاصنا، عشان يخلصنا تألم من اجلنا لكي ايه؟ يذوق بنعمة الله الموت لاجل كل واحد فينا. وآتن بأبناء كثيرين لان مش الكل هيؤمن، وعشان كده اللي هيؤمن باسم ابن الله هو بس اللي هيبقى ابن، لكن الباقيين لسه بقى زي ما هم في مكانهم لانهم لم يؤمنوا باسم ابن الله الوحيد. فبيقول كده ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام، وقلنا كده ان المسيح في نهاية الامه على الصليب قال قد اكمل، لان المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. مين المقدس؟ المسيح. ومين المقدسين؟ كلنا. طب واحنا بعد ما نتناول نقعد نقول له بقى سبحوا الله يا جميع ايه؟ قدسي. بقى كل الناس اللي اتقدست من ان هم اتحدوا بالمسيح القدوس، فعشان كده يبقى الكل مقدسين في مين؟ المقدس. يبقى مين المقدس؟ ومين المقدسين؟ كل المسيح. جميعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوة. يبقى النهاردة عارفين لما يجي مثلا واحد بقى اصبح في مكانة حلوة كده، وبعدين يكون اخوه على قد حاله او تعبان او مريض او مثلا عنده نوع من التخلف او اي حاجة، وتبص تلاقي ايه؟ يتكسف منه، صح؟ ممكن يتكسف ان هو يقول ان ده اخويا. ولكن هنا المسيح ادلنا القداسة عشان لا يستحي من ان هو يدعونا ايه؟ اخواته. يجي كده يبسط ايديه علينا ويداري كل عيوبنا بدمه، كفر او كفارة عن كل ايه؟ الخطايا اللي صنعناها. فيرى المسيح، يرى الاب الدم ويعبر ايه؟ عارفين الملاك المهلك يقول لك يرى الدم ويعبر عنا. يبقى المقدس والمقدسين اصبحوا ايه؟ هو رأس واحنا الجسد، واصبحنا واحد مع المسيح. يبقى احنا باتحادنا مع المسيح بنتقدس فيه ونصبح اخوة لمين؟
لربنا. عشان كده بيقول لك ايه؟ لا يستحي ان يدعوهم ايه؟ اخوه. طيب المسيح ابن الله بالطبيعه، لكن احنا او بالنفس جوهر الله، ولكن احنا ابناء الله بالايه؟ بالتبني. يبقى احنا اصبحنا متبني، الله يتبنانا في صوره ابنه. بس مين اللي دفع ثمن قداستنا؟ المسيح. ازاي؟ بان هو ذاق الموت واخذ الالام وكمل رئيس خلاصنا بالالام، عشان كده اعطانا احنا ان احنا نتقدس فيه، واصبحنا ساعتها ايه؟ نقول المقدس والمقدسين من ايه؟ من واحد. قائلا اخبر باسمك اخوتي وفي وسط الكنيسه اسبحك. ناخد الايه دي ونقف عندها. قائلا اخبر باسمك اخوتي، واحنا بنقول كده الابن الوحيد الذي هو في حضن ابيه هو ايه؟ هو خبر. هو عشان كده يقول يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. يبقى هنا الكلمه اللي جت في اشعياء، فهنا بيقول كده انا باخبر باسمك اخواتي، والمسيح بيقول انا دلوقتي باكلمكم عن الاب علانيه، يعني انا دلوقتي عرفتكم اسم الله الاب، انا دلوقتي بقول لكم من راني فقد راى الاب، انا عرفتكم. فهنا بيقول لهم اخبر باسمك اخواتي، احنا اعتبرنا اخوة وقدسنا وابتدى يعرفنا ايه؟ الان بقيت تتكلم عن الاب ايه؟ يقول له بقيت تتكلم عن الاب علانية. طيب وبعدين يقول لك وفي وسط الكنيسة اعمل ايه؟ اسبحك. وهي دي اللي احنا اتعودنا. المسيح بعد ما عمل سر التناول يقول لك كده فخرجوا الى جبل فسبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. واحنا عشان كده لحد النهارده اول ما نتناول نعمل ايه؟ نسبح، ونقول كده على طول سبحوا الله في جميع قدسيه. ليه؟ لان اصبح المقدس والمقدسين ايه؟ واحد. عشان كده الكنيسه بتاعتنا المقوده بالروح القدس حطت الترتيب. يبقى احنا بنخش يقول لك في الاول قبل ما تبتدوا تاكلوا من الجسد والدم قبلوا بعضكم ايه؟ اسلمتوا، هتبقوا بعد كده في الاخر واحد. طيب وبعدين يقول تقدسوا وتعالوا معي للذبيحه، يقعد ابونا يقول تحاليل وعشان اللي عايز يعترف اللي تايب اللي بتاع، وبعدين بعد كده يعلمنا من الكتاب المقدس، وبعد كده يقدس الاسرار ويقول ايه بقى؟ القدسات للقدسين. احنا نقول له واحد هو الاب القدوس. طيب هو يعمل ايه بقى؟ هو يقدسنا بان هو يقبل ان هو يتحد بينا ونبقى المقدس والمقدسين يبقى ايه؟ واحد. ونسبحك في وسط الكنيسة، نقف في الكنيسة كلنا نقول ايه؟ سبحوا الله يا جميع قدسين. ربنا يديكوا نعمة وحكمة وكل سنة وانتم طيبين. بصوا دلوقتي كنا بنوقف ما بين عيد الميلاد وعيد الغطاس. في ناس كتيرة بتقول لا بلاش الوقفة.